عندي رول الرقاق بالكبد والقوانص، الرقاق الطري. في ناس بتعمل الصواني الرقاق عموما بالرقاق الطري، في ناس بتعملها بالرقاق الناشف. انا بقى بستغل الرقاق الطري ده، بعمله زي العيش السوري كده، بيبقى طعمه حلو جدا وسعره اكيد ارخص بكتير. تعالوا نشوف المقادير. معايا رقاق طري، ربع كيلو كبده فراخ متقطعه نونو خالص حتت صغننه، ربع كيلو قوانص، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل الوان، ملح وفلفل، وشويه بهارات لحمه كده يعني شويه حلوين. معايا ايه تاني؟ بابريكا وجبنه موتزاريلا وتشيدر وزيتون اسود حلقات وشويه زيت. طيب انا هنا بعمل ايه؟ حطيت، نشيل بس كده عشان ايه، حاسه ان هي تتدلق. حطيت شويه زيت وحمرت البصلايه، وهاخد دلوقتي ممكن اخد ثوم حتى من بتاعه الوصفه اللي قبلها، بصل وثوم بشوحهم قبل ما انزل بالقوانص. بنزل بالقوانص الاول وبعدين كده رش فلفل اسود. حلوه بقى في الوصفه دي، رشه فلفل اسود كبيره وملح، ونقلب الحاجات دي كلها. يدبل بس معايا، ياخد يا دوبك اول درجه في التحمير، اللون الذهبي، مش عايزاه يغمق قوي. ونقلب برضو. بصوا بقى لون البصل عندي حلو ازاي هنا اهو، بدي كده تقليبه حلوه وابتدي انزل بالقوانص. بديها تقليبه الاول ليه؟ يعني عشان هي بتاخد سوا عن الكبده، الكبده مش هتستحمل النار كتير ولا تستحمل تقليب كتير، فعشان كده بقلب دي كويس قوي. حط بقى رشه البهارات وشويه من البابريكا اهو، ناخد كده وناخد كمان دي بهارات. بحب احط، ممكن كمان تحط رشه قرفه، بتبقى لطيفه جدا وطعمها حلو. شويه بهارات وشويه من البابريكا. لازم طالما هعمل كبد وقوانص ما ينفعش انزل بيهم مع بعض، وما ينفعش انزل بالكبد الاول، لازم ننزل بالقوانص لحد ما تبتدي تاخد شويه سوا وتبقى جاهزه معايا. بس بصوا بقى البهارات والبابريكا ازاي اديتها لون حلو وريحتها حلوه جدا. طيب القوانص عندي خدت كفايتها جدا في التشويح، وبقى لنا شويه بنطلعين عينيها. هنزل بعد كده بالكبد اهو، تقطيعه كده ايه صغنونه. هقلب بقى الكلام الحلو ده. الكبد طبعا مش هتاخد وقت خالص، يعني عارفين ان هو تقلبتين ثلاثه وتبقى جاهزه معايا. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. طيب ادي اهي الحشوه اهو، شايفين بعد الاضافات اللي حطيناها عليها. انا هعمل معاكم الحشوه دي من اولها لاخرها ما تقلقوش. باخد كده اهو، عايز تحطي بقى اي صوص عندك، شويه مايونيز، شويه كاتشب، براحتك خالص. باخدها كده نعمل كده ايه، واملوا بقى ال، واخد شويه من الجبنه. الجبنه دي برضو اختياري على فكره، مش اساسي، ممكن ما تحطوهاش. جبنة التشيدر وجبنة الموتزاريلا اهو. واقفل الطرف ده كده واضغط كده الطرف ده كده وابتدي الف. اضغط بس دول الاول عشان اللفه تبقى مظبوطه معايا اهو، شايفين؟ وبس كده، واروح حاطاه على الجريل، يبتدي ياخد عندي العلامه بتاعه الجريل ويستوي معايا ويبقى زي الفل. تعالوا برضو نشوح كده عشان ايه ما نبقاش بنعمل حاجه وسايبين حاجه اهو. هي الفكره في ايه؟ ان انا اوظف الرقاق الطري في حاجه تانية غير الصينيه. هناخد الفلفل، ولو حسيتي اثناء التسويه انك محتاجه شويه ماده دهنيه زودي، مفيش مشكله. الزيتون ما بحطوش دلوقتي عشان ما يمررش. وبقى جمال الحشوه لونها عامل ازاي؟ اهي دي وصفه تبقى برضه لطيفه. هزود بس شويه ملح، يعني مش اكتر من دقيقتين، واقفل عليها واحط بعد كده الزيتون. خلاص عندي استوت، التقطيع صغيره فما تقلقوش ان الحاجه ما تكونش مستويه. شويه من الزيتون الاسود كده وتقليبه